بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعزائي الطلبة الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا. هذه وقفات مسلسل جزئية النهاردة إن شاء الله، من بعض الأونلاين إذا بتاعتها. طبعا خليكم معايا وتابعوني، وأنا في الشام الإنجليزي مش شامو، مش مشكلة. أول سنة والثاني سنة والثالث سنة استبعين في القناة، اشترك، فعل الجرس، ونصلك كم تقول صلاة منه إلى كل جديد إن شاء الله. وأنا كمان في مقصد جارية بلاش المتابعة بين الناس، نعمل لايك للفيديو على البنات إن شاء الله بإذن الله. من هنا وقت فين إن شاء الله، من هنا نبدأ من التقنية. عنوان زي ما شايفين A good education. Good education تعليم جيد. A good education. طبعا من قبل الكلمات بتاعتنا ناخدها نو سينونيمز وظيفتها كما معناها، أنتونيمز الكلمة عكسها، أوبوزيتس لانج نوتس نقاط لغوية في رايتنج سكيلز المهارات الكتابية. بسم الله نبدأ. أول كلمة عندنا اسمها an author. An author دي معناها مؤلف. An author يعني بعد كده an orphan يتيم. orphan PHF تعظيم ضعيف. an orphan يتيم فقد أبويه. orphan orphanage but orphanage ملجأ أيتام. orphanage. wealth noun معناها ثروة. wealth طلع بقى why but wealthy equal rich adjectives سنة معناه هو ثري أو غني. wealthy rich في wealth في wealthy wealth wealthy unkind أو تاه kind unkind kind دي غير عطوفة أو قاسي دي عطوفة أو حني. unkind kind opposites antonyms unkind kind قاسي طيب عطوف unkind kind. own verb يمتلك. own هي أربعة owner المالك. owner owner دي ownership بعد إيه؟ ownership بعد noun الملكية. في own في owner في ownership. rule adjective equal unkind قاسي. rule unkind synonyms وظيفين. rule equal unkind. rule unkind. cruelty but noun القسوة. cruelty. final نهائي adjective final زي ما بقول هنا the final decision. وصل decision to the final قرر لي النهائي. the final decision قرر النهائي. final the final decision. finally adverb في النهاية أو أخيرا. finally governess مربية. governess employ verb يوظف. employ employer but employer صاحب العمل. employer وطلبت لي بعد إيه employee موظف. employee موظف tournament but employment opposite unemployment antonyms التوظيف والبطالة. employment دي التوظيف unemployment البطالة. employment unemployment employable قبل التوظيف adjective employable يعني قبل التوظيف يعني ما يقعدش خد كتير ساب شغلانة لأن بعدها على طول ساعتها عنده سكيلز مهارات تؤهله إن هو يشتغل دايما. كانت employable عندنا كمان unemployed عاطل لا يعمل unemployed housekeeper مديرة منزل. housekeeper a fire حريق. fire on fire يحترق. on fire secret noun adjective اسمه صف اسم سر سفاسير. secret
اه explain verb equal give explanation synonyms مضيفين person هو يفسر ليقوم بشرح وتفسير explain give explanation explain give explanation importance نعمل على أهمية importance importance kindness أو cruelty الطيبة cruelty القسوة kindness cruelty opposites antonyms كيرنس كروتي الكاركتر شخصية فيلم مسرحية كاركتر كاركتر quite unusual opposite quite usual opposites antonyms غير معتاد تماما the unusual the usual معتاد quite unusual أو جدا أو very quite unusual quite usual online course online course course on the net course on the net online keep in touch with equal stay in touch with synonyms by now we are part of we keep in touch with stay in touch with work for يعمل هذا هو الحساب يعمل هذا هو work من العمل work for يعني شلال فيه بلد نجد بقى work for يعمل هذا هو الحساب work for يعمل work as يعمل هذا جبن يعمل وظيفة يعمل كان work for work as okay يعمل في do work يعمل تعمل يعمل work تعمل دو مش ميك do work do work عندنا شوية معاني مع بعض برضه في كتاب المدرسة برضه كويس جدا ونرجع بقول لهم ما ننساش نبدأ يعني كله بنذاكر جديد طيب مش هتنسى إن شاء الله أول واحد نمبر 1 lose touch with lose يفقد lose touch with stop having contact خلاص ماشي مفيش اتصال lose touch with stop having contact نمبر 2 make friends يصادف وكون صداقات معناها to start a friendship with someone يبدأ علاقة صداقة مع شخص make friends make friends to start a friendship with someone okay make friends number three do an online course كان يستطيع الله يزهني do an online course تقدم مش ميك برضه do course do an online course to study online number four keep in touch with هو صلبي كانت continue فتحت كويس من استمر وجدت stop لدوز keep in touch with continue وهذا ممتاز بس ده في صلوة شخص واحد كيولد طيب argue verb مناقش وجادل argue argue argument but argument مناقشة أو جدال and argument and argument A nearby school مدرسة مجاورة قريبة A nearby school A nearby school Head teacher within المدرسة Head teacher Head teacher Warm adjective وأنا دافئ Warm Warm ثلاثية أشبه Warm but noun and def Warm 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 Advertise Verb معناه يعلن إعلان دعائي يعمل دعاية advertise advertise advertiser طلب انا اربع سيارة بعد ايه مول الشخص اللي بيعلن طب هو advertise advertise advertiser tournament بعد advertisement اعلان نعم advertise advertiser advertisement I apply لو احتاجت حضرتك تكتبه لو احتاجت apply to يقول تعالى او رد تعالى يرد ورد لأن نوع الفير بصلاح reply بحالتين تفتو reply to reply to receive a reply يتلقى تسلم ورد يجير ورد receive a reply receive a letter receive a reply get on with يكون رفاق معه رفاق معه got on with get on with got on well with
يعني على الأقل ده فلان وجدت أون ويل ويل تعمل جد مع أو يتوافق جد مع جدت أون ويل ويل أبرينج سكسس يجب النجاح بسبب النجاح برينج سكسس برينج سكسس أو سكسيد إن فيرب إيكوال باس سينونيمز أنجح فيه تصيب بس الرين بس ما فيش يعني أنجح فيه على بعضها بعضي أوكي يبقى سكسيد إن مش سكسيد لوحدها سكسيد زي زين باس زي زين سكسسفول بات أدجكتيف ناجح سكسسفول سكسسفول طول الوقت سكسسفولي بات أدجكتيف سكسسفولي بنجاح فيه success or bring success يعني بالنجاح succeed in equal pass ينجح فيه successful but adjust معناه نجاح successfully بنجاح ده لو وعرضت novel was a great success عايز ايه نجاح كبير وعظيم was a great success وال best friend is a successful businessman هو عمل نجاح هيجي فيه businessman صفة طيب students students طلبة طلبة students did they swim successfully عملوا التغذية بنجاح عملوا بنجاح يبقى توصي ايه توصي ايه ها توصي جد عملوا بنجاح هاي بتأذر okay ف last novel my last novel was a success my best friend is a successful businessman the students did the swim successfully. On technology, technology, تقريبا نفسها technology. Technological age of technology, age of technology, astrology, age of technology, age of technology. Technological, technology, adjective, technological. A technological age, astrology, but by name, The age of the unknown, of technology. A technological age. كيف ما قلنا age بعدها, but adjective. But a technological age, of technology. كيف technology, technological. tips of life, نصائح للحياة, tips نصائح. والله في الحياة تعكس معلش. نصائح للحياة أول واحدة don't just agree or disagree with someone يعني ما تتفقوش ما تتفقش مع فقط والأسباب يعني هي أسباب صعبة وقف عشان كده وقف عشان كده نفرض خلاص لا ولا خلاص just agree or disagree with someone don't ثاني حاجة Always give reasons for your opinions أو أصبح الأسباب لآراء تغلط أو الإجابة Number two You can learn something from everyone تعلم حاجة من كل الناس كل واحد تعلم منه حاجة من الله في الحياة Your family Your teachers Other people والآخرين دول نصائح للحياة Since and the people that you work with والناس نفسها معاهم أو طالب مع زمايلك تعلم منه كل واحد تعلم منه حاجة okay imagine verb equal fancy يتخيل synonyms imagine fancy imaginative بس صفة خيالي imaginative imaginative imaginary بصفة معناها خيالي وهمي لا وجود له مش موجود زي مستر ولوك معانا longitudes and latitudes are imaginary lines طرات خطية وهمية أصلًا بس موجود في الحياة imagine مش نهاية okay longitudes and latitudes are imaginary lines upset verb noun يزعج ومنزعج upset upset upsetting adjective مزعج شيء مزعج طبعا upset the shots
upsetting the soul, something which is upsetting. يموزك upsetting. Make friends with others. Bones are apart. Make friends. Make friends. Extra lessons. The rules is of here. Extra lessons. Extra lessons. Fail, verb, opposites are seen in our past. Opposites. Antonym. Fail, يفشل. أو يوصل تحانو في الحياة. Succeed in past, ينجح. Fail, succeed in past. Fail, succeed in past. Failure part now. الفشل والعزب الله. Failure, failure. Now and then. من حين الآخر أو من حين الآخر. Now and then. من حين الآخر. Now and then. Copy now and verb. نصحى وينسى. Copy, copy. Infect the الواقع. Infect. A waste of time أضيع الوقت. A waste of time. Practical adjective. عملي. Practical. Practical. شخص عملي. Practically. Practically. Oh, sorry. Immediately. Adverb. في الحال. مباشرة. سريعا. Immediately. Immediately. Fully. يبطل. يتنمر. Fully. Fully. Bullying تنمر but now only bullying. Advantages and disadvantages equal pros and cons. Advantages and disadvantages equal pros and cons. Is that for you? Synonyms. Advantages and disadvantages. Pros and cons. According to only. According to. According to. Proof only. STEM school. Professor. TSE. علوم تكنولوجيا هندسة رياضة اسمها ستيم سكول ستيم سكول بتصل طبعا ستيم سكول نيوز بيبر ارتكل مقالة صحفية نيوز بيبر ارتكل مقالة صحفية نيوز بيبر ارتكل انفنت يخترع انفنت انفنتور انفنشن اختراع انفنشن انفنتور مخترع بريدج كوبري Bridge, a bridge. Leaking on. Remember John? Remember Angie? I mean, the other way has been a good one. Very free. Don't have to go on. You mean a John? I'm asleep. Into, remember Mazda, inventor. يبقى هون يبقى نجي تو انفنتر اوكي most people are keen on football نحن نجي كنت خلق نعمله أو playing football لعب الكورة نجي تبقى دي غير ده playing playing football but keen on جرن داو ناو on football on playing football keen to companies are keen to give jobs to young people who are successful from schools. Companies are keen on keen as keen on keen to give jobs to young people who study STEM subjects. I think it was a very nice little this theme as a STEM. John Word, he commands Judea. About my agony, Sahmi Rod, so only my integrity. Run manager. Running management. Synonyms. Pedrola. Run running. Manage management. Run. I'm angry. I guess I run. Oh, building car engines. Building car engines. Gamers or Sunlock like I said. Building car engines. Bike, the rugged, Malia. Bike, bike. Make electricity, produce electricity. Generate electricity. When it's electricity, after make, produce, generate. For the one I was it. Make electricity, produce electricity, generate electricity.
فن متعة، بهجة، فرح، سرور، فن، فني، أجكتيف، ممتع، مرح، فن، فني، إكويبمنت، نون، اسم الألعاب، معدات، هذا هو أنواع إت، كل ينطبق على إت ينطبق عليه، إكويبمنت، إكويبمنت، إكسرسايز فيرب، ينتقل أو يدخل، إكسرسايز، 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 كريتيك ناقد، كريتيك، كريتيك، كريتيكال ناقدين، إكسرسايز، كريتيك، كريتيكال، كريتيكال تو ثينكينج، تفكير نقدي، كريتيكال ثينكينج، طيب، كريتيكال سيتويشن، موقف محرج، يعني كريتيسايز الفيرب، كريتيك، ناقد، كريتيكال، ناقدي، كريتيكال ثينكينج، تفكير نقدي، كريتيكال سيتويشن، موقف محرج. Artists فنانين artists artists musicians موسيقيين موسيقيين musicians experts خبراء experts 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 problem solvers حل المشاكل problem solvers solve equal find the solution يحل يتحل solve find a solution solve find a solution support your ideas with reasons دعم أفكارك بالأسباب support your ideas with reasons والحاجة وسببها support your ideas with reasons battle verb noun بجدف بجدف battle 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 On deck على ظهر الباخرة On deck On deck Wound noun verb جرح ويجرح Wound 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 Bandage ضمادة رباط شاش Bandage Bandage Rick طعم سفينة Rick يبدو سالم Rick Flat adjective noun adjective مستوي نوم شقة فلات أي مستوى مسطح أو شقة فلات شولدر كتف شولدر شولدر ماست الصار بتاع المركب صورة طويلة ماست شالو ووتر مياه ضحلة مش عميقة يعني شالو ووتر أكسها ديب ووتر شالو ووتر شوت 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 ذا فيرب الطفل من العلم الرصاص يعني شوت 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 بيرسويد فيرب ينجح اسوقنا بيرسويد بيرسويد طيب بيرسويسيف بعد ادجيتيف اقناعي مقنع بيرسويد بيرسويسيف بيرسويسيف بيرسويشن بعد ناون اقناع في persuade, persuasive, persuasion. hunt, اصطاد حيوانات hunt, hunt, hunter صياد hunt, hunter. run after equal chase, retard, synonyms. run after chase, run after chase. wealth, on a weak as ضعيف weak. weakness, بعد نون الضعف weak weakness weak weakness on his own alone by himself مفرده ثلاثة synonyms من مفرده on his own alone by himself on his own or his whim is صغير حسب الشخص بقى on your own alone by yourself مفردك انت okay now on his own alone by himself. Brave adjective معناه شجاع. Brave, brave. وطلع أربعباتي bravery noun الشجاعة. Brave, bravery. Brave, bravery. Strong. عارفين أكون طبعا قوي adjective. Strong, strong. Strength بعد noun القوة. She's silent. Strength القوة.
سنتن الادفيرب قوي، ففي سترونج سترنث سترنثن، سترونج سترنث سترنثن، لو بلو كلون، لو بلو كلون، اهو بريحته لو بلو كلون. طيب يا هو صار كنا طبعا طيب 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 الرواس طيب هو طيب يا سلوس إذا بدل ما فيش شيء ما فيش شيء ما فيش تو هو طيب على طول طيب طيب هو طيب. في الديفينيشن اللي بعد 13 كلمات الديفينيشن بتاع الفات الديفينيشنز نمبر 1 يقول قلنا قاسي unkind and hurting others. قاسي unkind and hurting others هي cruel. Number two governance of مربية، مربية يعني a woman who teaches children at home. ست بتعمل تعلم الأطفال تربية في البيت، تعلم وتربية، دي اسمها governess. A woman who teaches children at home. Number three housekeeper في المنزل. A servant who looks after the whole house. خادمة ترعى المنزل كله، كل المنزل. ما housekeeper. They are servant who looks after the whole house. Number four. Orphan يتيم. A child whose parents are dead. ودي ميتين. ده اسمه an orphan. Orphan. Five servant. خادم. أو خادمة. A person who works for people in their houses. شخص يعمل لدى الناس في منازلهم. اسمه servant. خادم أو خادمة. A person who works for people in their house. كمان الفنش الثاني. هذا المثال بس موجودة في المثال نوع أعضاء. الفنش الثاني. Number one. في bandage. الجمادة. الشاشة اللي فيها كده. Bandage. A long piece of cloth. قصة قماش طويلة that you can put around the injury an injury تحطها على الجرح مع bandage a long piece of cloth قصة قماش طويلة a long piece of cloth that you can put around an injury تحطها على الجرح bandage. Number two catch يقبض على يعني stop someone from escaping يعني من الهروب يقبض عليه يمسك catch. Number three deck من مظهر الباخرة the top part وزن الهروب of a ship where you can walk تمشي تمشي فيه اسمه deck the top part of a ship where you can walk. Number four flat قلنا مستوي مسطح يعني having a level surface سطح مستوى فلات فلات. طيب ماس لون الصالح بتاع المركب أقول بوله which carries the sails on the ship عمود طويل يحمل الشراعات بتاع المركب ماس طول بول which carries the sails on the ship. Number six ship that is badly damaged that was wrecked. كنت في شوفوا زي ولاد ريك أطام بعد دمج تاني فتمام باظ يعني كان في يوز دوجين صار مرة اسمه ريك دبليو ار اي سي كي مش مكتوب رطب وضعي مثلا ريك دبليو ار اي سي كي معناها أشيب ذات باد دمج أند كان بي يوز دوجين. 6 ريتش يصل إلى يعني يبصم تيزر يعني طول سماعيا يعني move your hand or arm forward to hold or take something تمد ذراعك أو إيدك عشان تاخد شيء معين تمسكه رفع عليك watch for this shit تقدر توصل يبقى حاجة من عليه ريتش. نمبر 7 شالو ونضح منطيب مش عامل جاوير مش عميق شالو شالو ووتر. Shoulder كتف هو the part of your body between your arms and your neck. جزء عضو الجسم بين ذراعاتك
ورقبته، كتف من العدس والعنب، بدون الكتف شولدر، part of the body between your arms and neck. Spine wound on a جرح، an injury، إصابة، especially a deep cut from a knife، خصوصا إيه؟ جرح عميق من السكينة، ده اسمه wound، wound. An injury, especially a deep cut from a knife. Number 10, neck. أشياء الدرجات هنا، لغزت هنا. بس تعالي برشيب، بس بعد التمجد، بس بشدة، and he'll be used again, تستخدم مرة تانية. Right, أشيل، that is bad damage and cannot be used again. كمل. collocation is deep. يعني collocation هو التجمعات، يعني التجمعات كلمات تتفق بعضها مع بعضها. كلمة تتفق مع الكلمة دي، مناسبين لبعض. Number one, lose touch with or to stop having contact. In English. Make friends with صادق، كون صداقة، وستارت a friendship with someone، تصدق مع شخص. Do an online course، تعمل ايه؟ Study online، تدرس على النت. Keep in touch with، continue، وعمل كتاب على كتاب. صفحات الصوت. كنا بقى نحل الجمل بتاعت الورك بوك، مهمة جدا جدا جدا. دي بتيجي في الامتحان على طول بالنص. طب ايه هو يسوي؟ الحلول بتاعت حليها تحت الجبل على طول، اوكي؟ ذاكر الكلمات اللي فاتت وراجع وابدأ حل وصح حالك من تحت الجبل، اوكي؟ مهم جدا جدا جدا. نمبر 1، مستر اند مسز اوسمان امبلويد تو تيتش ذير تشيلدرن ات هوم، تعلم أنا في البيت. يا ترى governess والهاوس كيبر أو تيتش يدرس يعلم، ودي governess مربية، هاوس كيبر ترى المهندس دي هاوس كيبر، دي تعلم شخص البيت governess. governess number two، هانيا never knew her parents who she is. ما فيش أبدا إيه والديها، her parents never knew them who she is. الونس ولا أورفن، أوروبية ولا يتيمة؟ طبعا أورفن، مش والديها. بهانيا من هو البيرنس بيقول شي إز أن أورفن. نمبر 3، That bully was very to the smaller boys. البلطجي بيقول برضه أنا في البلطجي أنا بلطج. Very rude or strange to the smaller boys أو الصغيرين. So they had told the teacher about it. قالوا ده سالي، طبعا ده very very cruel، قاسي جدا، غريب، cruel cruel. 4، the housekeeper orphan showed the guest to her room. وردت في الوضع اللي هقعد فيها الصالون، طبعا دي the housekeeper طبعا المنزل اهي، يقول لها تي orphan ده يتيم. The housekeeper showed the guest to her room. الأستاذ هنا المثلين مع بعض، governess number 1، number 2 orphan، number 3 cruel، number 4 housekeeper. إيه كده؟ مهم جدا جدا، بس يوصل في عايز تشوز أربع اختيارات مش اتنين بس، أربعة. فركز شوية جدا في الحلول والجمل عشان تحل في هذا الشهر زي الفل، وأنا ما مشيتش من الإنجليزي خالص السنة دي، ولا الجاية ولا بعد إن شاء الله عشنا كلهم. بس اشترك في القناة، مش عارف دلوقتي اشترك لو سمحتوا، ودوس الجرس بعد الكل. ونحب أن نحصل على نعمل أكشن للفيديو على البنات. طيب كلمة جمل تانية. Choose one a great word. باهر has grown so tall that he the top window now. الشباك العالي top الشباك اللي فوق. الباهر ده أصبح طويل جدا إن هو يقدر يكاتش ولا ريش. طبعا هو ريش بنزل دراعه يمسك حاجة ويجيبها. reach number 1 برضه يمتع. number 2 all the tourists stood on deck while the mast of the ship when they sailed into Alexandria.
والفيلم ديك الماس طبعا ديك مزار بكرة مزار نصار مرشد وخليل ولد سود اون ذا ديك اوف ذا شيب وين جاي سيلد انتو اريزوني نمبر 3 But here this table isn't. طلعت رشانه so I can't do my homework on it. نفس معنى الوين بتاعي. إذا طلعت رشانه طولونا إن تي فلات مش مستوية. عشان دي ووتر. عشان الووتر مية مش عميقة. ماذا؟ فلات. الترابيزة مش فلات. So I can't do my homework on it. دي فلات. نمبر 4 إنجي can't play basketball today. Was she hurt her shoulder ولا ليك؟ راحت ايه؟ شولدر طبعا كانت شولدر كتف مش الحصان بتاع السفينة. يبقى انجي كانت بلاي باسكتبول توداي بيكوز شي هيرت هير شولدر. طيب after the accident we put A on Hatem's arm. بعد حاتم نظر ايه؟ بعد الحادثة باندج ولا وند؟ قلنا وند جت راح قلنا باندج الماضي شاشة باندج يبقى في الأحسن وبوت a bandage on Hatem's arm. 6. I thought to the small boat for soil alone. يبقى ضاي ولا بدل؟ طبعا يجدف يبقى تو بدل. I thought to battle the small boat alone. يعني في لوحدي بدل. Answer the theory شيئا. Take flat shoulder bandage better. قلت حل لو مع نفسك من غير ما بعد كده وانا اعلم وده حل جمل شرط طبيعي اوكي وانت هندي جمل الامتحان جمل دي لانك هو الركبه بزنس بوك تبطل تكتب الركبه لازم يكتب طبعا جدا جدا كده كمان مره كمان decide قرر which expressions we use نستخدمها to agree and which doesn't نص تساوي تعبيرات نص نوافق بيها تعبيرات ايه نرفض بيها الموافق عليه قول ايه اور اجري دي ده مش موافق بأي اجري دي نسجلي that's true ده حقيقي يبقى دي ايه اجري ايه نمبر 2 I would say the opposite هقول ايه العكس وده مش موافق يبقى دي اوكي نمبر 3 I go along with that. أنا موافق على الكلام ده. ماذا أي؟ Number four. I'm well, كوميونيشن أجينست. أنا شغال ضد تمام. ده كذا. ضد كذا. مش معين. ودي دي. I'm not so sure. متأكد ولا برضه بذاكري. I couldn't agree more. أنا مش موافق. يبقى دي دي. Seven. I agree. أنا أجري. ماي ايت اي دونت اجري يبقى دي ماين ذاتس نوت اولويز ترو مش حقيقي تماما يعني دايما يبقى دي نمبر 10 يو ار رايت على ان انا الحق يبقى ده اجري ما 11 اي سبوز سو اعتقد زاد يبقى برضه اجري اي سبوز سو اي دونت ثينك سو لا اعتقد زاد يبقى ده اجري مش موافق 13 اي اجري أنا أقول لك بعد سري 14 exactly بعد أجري بالضبط أنا أجري موافق وأرجو كلام collocations كلمات تتوافق مع بعضها go downstairs ينزل fly go there بتلف في الهواء مع بعض بتضربهم بتضربهم لبعض downstairs أفضل أرجو أفضل أفضل أو العكس يبقى أفضل downstairs أفضل 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 3 make a lot of noise يعمل يعني دوشة كتيرة جدا make a lot of noise take down a flag ينزل العلم ينزل واحد حقيقي take down a flag sail a ship on the island يقول بخرة إلى الجزيرة sail a ship on an island أو طول العلم دي بقى لها مزنور الصنع إيه؟ مهمة جدا جدا برضه ولاد لو سمحت تذاكرها كويس جدا ما تسيبهاش عندنا أول حاجة بالسايد جنبها إيه؟ تو انفنتور
وعشان decided to set up a new factory قرر ينشأ مصنع جديد to set up decided to set up Thomas decided to set up ينشأ يؤسس يبني start begin continue يبدأ ويستمر يبقى confronted or يبدأ وده no difference in meaning وفي شرح المعنى لا ينفع ولا ينفع ليش مختار لازم started to make أو making noise هذا من دوشة قلت to make أو making confronted أو جرم The students start to attend the desert to make noise. Most of us started to revise revising. أني قد أجزاء بس ما يبدل بس هو الوائز أفضل نصح صارتي تو بس أرجعنا الوائز أرجعنا الوائز مرتين جدا الله was persuade force يمر بوبجكت مفعول يعني تو انفانتل وفاتي كلها مفعول تو مرضى My best friend persuaded me to stop smoking. أقنعني أبطل التدخين persuaded me to stop مفعول ثم أرضى My best friend persuaded me to stop smoking طبعا إذا طبعا بقى لو يكون فورس ماشين فانسي تخيل يبقى جرم أو لا مطلق طبعا يجي أو اسم كمثال على منهم ماجن فرنسي ورنا ورنا We can't imagine life now no life without computer هذا الشيء نتخيل الحياة من غير كمبيوتر imagine life without computer I can't imagine wasting imagine wasting energy my time over the وقت يعني playing computer games imagine life imagine wasting أقول له إحنا ما بنقعد الفانسي ميتينج يو هير هذا بنت هنا معناها هي عم الريست تيوب أخطي أنا شفت كان مين فلان فانسي ميتينج يو هير كان بلد فانسي ميتينج يلا تيس هو لان بلس تو انفنتف أور هاف تو بلس انفنتف تو مصدر أو تو مصدر دي أو دي اتنين صح بعدي شو لان وير توت تعلمنا تو ترانسليت او هاو تو ترانسليت تو ترانسليت او هاو تو ترانسليت كده تو ترانسليت هاي هاو تو ترانسليت انصح توت ده طبعا الوضع بتاع تيتش وير توت ترانسليت او هاو تو ترانسليت مايند لاجيرن انرجي مانع What do you want? That means lending me. Mind lending me someone to lift me. What do you mind? How do you mind lending me someone? You lend? Not a chance. Reason four. سبب. من هو تفسير المفسر به خطأ معين حصل. مبرر. Plus noun or gen. لما اسمه فلانجي اختار ايه؟ Reason four. Reason for طلع لون أورانجي تبتعنا What is the reason for redness? A pingel and noun pingel ده أجل What is the reason for your illness? A pingel The reason why كما سنتني بقول لك فعل فعل What is the reason why you are ill? Reason why you are You are Subject to verb أشهد let make object plus infinitive without to let to let make مفعول مصدر طب be allowed to be made ما فيش مفعول يبقى to مصدر يبقى انت فاضي كده let to make جنبه مفعول يبقى مصدر فقط ما فيش يبقى to مصدر اوكي طب تعالى ما فيش let us do let us do this again
أو شو بس بل البيان وبعدين أنا مرة ثانية نتيشة لتصدو بس بل البيان The thief made me give him my wallet. رد محفظتي أجبرني جعلني made me give أي made me give. طيب وين لو تكون مصدر ايه؟ لو تكون تسلمه ونسوي This will made to do. تستعين. Made to do عنكم مش مفعول. Made to do. مفعول مصدر. اه. Present verb في المضارع جنب الصوت ذات المضارع ذات مع الملكي. يعني تقوم بمتين. شمالها في مضارع. يمنها يبقى كان ماي ويل فات جي او دي او دي بلس فات بلس باس كون مي كود مايت فود فات بريزنت شمال يمين كان ماي ويل باس شمال يبقى هي كود مايت فود فات معنى املك هي يا ولد students go to school so that they can learn. Also go to school. Students go to school so that they can learn. They learn, will learn. هذا صح. أمر مضارع. Go to school so that they can learn. And then telephone to hotel. Knows that too, or knows that he wants to change his reservation. حاجة تلفون باست وقال ذات هي ماي وود وود تشينج ريزرفيشن كولت سهل كده كمل كمل اه بيكوز اوف ديو تو او تو ركبتهم انا مسافر كان بوم ناو ناو جر شمال بيكوز اوف ديو تو او تو ركبتهم فهي دي تو سكول بيكوز اوف أو ديو تو أو تو أو أون أكاونت أوف هيز إلنس ناو ناو أو بينج إل جيرمان ناو ناو جيرمان يبقى هيز إلنس دي بينج إل بزافة وبعدون سبب كان بوم ناو ناو جيرمان طيب بي إبل تو مانجي تو إتفضل بي كابابل أوف تقصيد إن غير بانجي تمام معني مين دول يا مستر؟ الأربعة دول معناهم able to manage to capable of succeeding يستطيع أن ينجح في عمل فعل بعد أن يبذل في مجهود الأربعة be able to manage to be capable of succeeding ده معناه فرق في بقى able و capable of verb 3 verb A to B أميز الوزور هذا ما أحسن ما نقول ثم في verb 3 الفرق الثاني تو جنبها مصدر إن جنبها جر أوكي الفرق الثاني I think all the students are able to manage to pass the final exam easily أعتقد كل الطلبة هيقدروا ينجحوا في الامتحان النهائي بقدر بسهولة able to manage to pass مصدر The options are always capable of أو في أول succeed in getting over all their difficulties. هذا معنى كل صعودي تواجهه. كيبقى able to manage to pass capable of succeed in getting. طيب have the ability to in fact لديك القدرة أن تنبأ مصر طيب وينطى had the ability to solve all his problems and القدرة تحل كل مشاكله had the ability to solve طيب had the ability to solve يا ولد طيب في نيبل يمكن فعل يبقى شماله فعل subject ويمين object مفعول وبعدين تو انفر تو ماست يا ولد كمبيوترز نيبل اس to solve all complicated problems وزن بيمكننا نحل كل المشاكل المعقدة
21 في الصوم، تمام؟ هنا حنيب والعصر صلف، قلت لكم الكيف التدرس سهلة جدا، سهلة جدا جدا. في أفهمها كتب في التعليق أشهر كتاب من أي حد. كمل. however ومع ذلك جنبها sentence، جنبها جملة كاملة. أحيانا بتبقى هو إنها شكل تاني. however adjective subject verb sentence، however صفة فعل فعل، يده يده. أوكي، هديك جملة عادية. أو over في البداية خالص، يبقى over صفة فعل فعل. Adjective subject verb plus a sentence. يعني يا أولاد، he is very clever. شاطر جدا. However he can get high marks. بيكسر تعالي. طبعا. يبقى هو he can get. فعل وفعل. However عادي جدا. ومع ذلك. أو however clever he is. أي however clever he is he can get high marks. تمام؟ نشوفكم تاني. وهاوفر كده الحصة النهاردة إن شاء الله، أعرف توقعاتكم إن شاء الله، توفيق ونجاح، ركزوا كويس أوي، مرحبا بكم بإذن الله، وقلنا لو سمحتوا الأستاذ لغاية دلوقتي يشترك، لو سمحتوا، صحيح الاشتراك، فعل الجرس، ودوس في الكل. فعلنا هناك مشي أسنان في صدر غالية من أشهر المنتبه بين الناس. ندعو إن شاء الله نشرح لكم النت، خليكم معنا تابعوني، ولكم جديد وفيد بإذن الله. We meet again for the rest of luck. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.